دار الزايد كيف محلا يا ناس حلوة وقلبي مغرم بك. علمني زايد أن الخير ليس له حدود وأن الإرادة تصنع المعجزات. هذا ما كتبه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بهذه المناسبة المئوية زايد. زايد الذي أسس وبنى وصنع وطنا ورجالا. انضم الاحتفال بالعيد الوطني مجموعة من الفعاليات التي عبرت عن حب الوطن وقيادته، وكان أهم هذه الفعاليات فعالية علمني زايد، واللي استطاعت مؤسسة الفجيرة من خلالها الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.